على بركة الله، اليوم انطلقت المرحلة الثانية لحملة عونكم التي بادر بها تحالف التقدم والعزم لمساعدة النازحين في المخيمات. الكل يعلم ماذا يعاني النازحين، وخاصة في هذه الأيام حيث سقوط الأمطار والبرد القارص وسقوط الثلوج، فكانت هذه الوقفة وقفة مشرفة لتحالف تقدم والعزم في مساعدة أهلهم. هذه المرحلة الثانية، سبقتها مرحلة أولى كانت تضم باقي المحافظات. المساعدات تشمل مخيمات النازحين في محافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، فالعمل مستمر إن شاء الله من أجل تقديم الخدمة والعون للنازحين الذين يعانون من شدة البرد القارص في هذه المخيمات. شاركنا اليوم في حملة عنكم، هي حملة إنسانية كبرى أطلقها قيادي ونواب تحالف عزم وتقدم بدعم وتوجيه من الشيخ خميس الخنجر والرئيس محمد الحلبوسي، وذلك تماشيا ولإعانة أهلنا النازحين في مخيم الجدعة بعد موجة البرد التي اجتاحت المحافظة. نعم، هذه الحملة هي ليست الأخيرة، بل ستكون هنالك حملات مستمرة لأجل إعانة النازحين في جميع المحافظات المحررة إلى أن تنتهي هذه الموجة إن شاء الله. اليوم تم تجهيز 1000 عائلة بالمدافئ النفطية وعدد من البطانيات وحصة النفط. حملة عنكم أطلقها تحالف تقدم وعزم لنجدة النازحين في الخيام بعد أن تغطت الأرض، أرض شمال العراق ومنها نينوى، بالثلوج في هذا الشتاء البارد. وجاء عدد كبير من المساعدات المتنوعة الحقيقة، منها بطانيات ومنها مدافئ وأيضا المنتجات النفطية، كما علمنا أنها ستصل بكميات يعني غير قليلة تغطي المخيم. زرنا المخيم، وجدنا أن المخيم بحالة جيدة، يوجد فيه مستوصف ويوجد فيه مدرسة ابتدائية، والمدرسة المتوسطة ليس ببعيدة عنه، ولكن هذا لا يمنع أن تباشر وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع المنظمات بالتعاون مع باقي الوزارات إلى عودة النازحين إلى خيامهم بعد مضي سنوات كثيرة على التحرير. بصراحة اليوم وصلنا للمخيم، تم توزيع المساعدات لهم، اللي أتمنى ونتوسم من شيوخنا ومشايخنا أنه هناك معاناة، معاناة حقيقية للنازحين. نتمنى أن ينتهي ملف النازحين بخطط مدروسة، اللي هي تأهيلهم وتعليمهم ضمن دورات إصلاح اجتماعي لينخرطوا مع أخوانهم في المجتمع. نتمنى أن ينتهي هذا الملف وتنتهي هذه المأساة الإنسانية. احنا من باب الإنسانية والأخلاقية أنه زيارتنا اليوم بهذا البرد وبهذا الشتاء للنازحين والوقوف على معاناتهم ونقل احتياجاتهم. كل من ساعدنا وأشوا ساعدتونا بهالبرد وها الصوبات يفيدننا. انتم بحاجه هاي الصوبات؟ اي والله اي بالابحاش، احنا عش قاعدين بالمخيم، لو ما قاعدين بحاجه هذا عش قاعدين. شو طالبين من الحكومه ومن بعض المسؤولين؟ والله نطالب ما ان شاء الله ما يخلونا، نريد محتاجين يساعدونا. بطانيتين وصوبة. منو هاي المبادرات دائما تتوزع؟ اي بالله دائما تطلع توزع هنا، ونشكر كل من ساعدنا.